تأخذنا الحياة لنفس الطرق، تشوفنا متشابهين في كل شيء، ولكن في منا يختار يعكس مساره، يرسم لنفسه خط ثاني ويثبت للعالم إن هالأرض أهلها معدنهم أصيل وروحهم للخير تميل، فصاروا في رفعة وسمو وأثبتوا إنهم كفوا. رحلة استثنائية قضيناها برفقة 30 بطل ألهمونا بطريقتهم الخاصة. تأثرنا بحسن وعبد الله اللي ما كان للمستحيل مكان في قاموسهم، ولامسنا قلب محمد والدكتور أحمد والخير اللي بداخلهم. ألهمنا عطاء حسن وقلب لافي وحنان بابا خالد. أعجبتنا قصة أحمد وشهامة زايد وإنسانية أستاذ سعيد. أبهرتنا عزيمة مضحي وإيثار كابتن فهد. نتكلم اليوم عن بطولة أميرة وشدة وشجاعة صلاح، عن روح لواحظ وقوة غازي، عن وفاء وردتنا مريم وروعة العطاء عند فتحية، وعشق زايد للتحدي. تعرفنا على سطام نعم المعلم والمربي، وشفنا كفاح فايزة وعزيمة عبد الله. تأثرنا بتفاني محمد وقلب رجاء وندى المعطاء. شفنا طموح سميرة وإبداع ازدهار في عمل الخير. ثلاثين قصة ملهمة تركت أثرها في القلوب، أبطالها هم أهل هذه الأرض الطيبة. وأحداثها كانت تتخبى بين أحيائها وجبالها ومدنها وقراها. بحثنا عنهم وقدرنا ننقل لكم 30 قصة من بين آلاف القصص. 30 قصة بدت مع أبطالنا اليوم وما راح تنتهي بنهاية الحلقات، فأثرها باقي وعطاهم ممتد، والخير على هذه الأرض ما له نهاية. فشكراً للمملكة بشعبها الملهم وأرضها العظيمة. المملكة العربية السعودية عز وفخر، شعب مرة أفتخر فيه. هذا البلد يعني أولوية قبلنا إحنا. وطني وطني وقطعة مني، هي حياتي، هي دنياي، هي المملكة العربية السعودية. أفتيها بمالي ودمي وروح. ساعات عمل طويلة وتحديات كبيرة، وفريق عمل اجتمع على هدف واحد، وهو مفاجأة الشخصيات وإهدائهم التكريم والفرحة اللي يستحقوها. فتذللت أمام هذا الهدف كل الصعاب. في السعودية السكيل صار أكبر، أنت عشان تصور شخص واحد تحتاج تصور عيلته، زين عيلته مو من نفس المنطقة، عيلتي يبعدون 8 ساعات ثانية منطقة ثانية، 15 ساعة أنت راجع، معدات تروح، فريق عمل يروح، فهاي كلها تجمعهم عشان تستوي قصة واحدة. الحصول على 30 قصة ما بين مجتمع مليء بالقصص الكفو، هذه من أحد التحديات اللي نواجهها بشكل مبدئي في العمل. فغطينا الشرقية، الرياض، حايل، تبوك، سكاكة، جدة،
جيزان. We actually shot more than 300 interviews in various places all over Saudi Arabia. أهم تو تشالنجز كانوا هو اختيار وتنسيق اللوكيشنات للتصوير وتحديد أوقات التصوير بما يتناسب مع الموقع والضيوف. أنا أكون الشخص اللي سهران طول الليل في اللوكيشن عشان أتأكد أن كل شيء جاهز حق وقت التصوير يكون العملية دائماً سموز. طبعاً كل لوكيشن له جوه الخاص وله متاعبه الخاصة. كل لوكيشن كان المفروض نفكر بطريقة إبداعية شلون نستغل هاي اللوكيشن، شلون يخدم التصوير، شلون يكون مناسب لنا. كان عندنا تقريباً عدد كبير من مواقع التصوير، كل موقع كنا ندرسه بشكل تفصيلي من مكان جلوس الضيف لطريقة استغلالنا للزوايا، شنو العوامل اللي ممكن نضيفها للمكان اللي هي راح تخدمنا في مفاجأة الضيف. فكنا ني مثلاً من 6 الصبح نمشي ليه 2 3 الفجر. It's actually we are a lot under pressure. From the moment we bring the guest to sit over there. شيء بسيط لازم ما يعرفه ان هاي برنامج كفو. اذا عرف هالشيء تكنسلت الحلقه. بحيث ان احنا نختلق سيناريو معين ونكون كلنا متفقين عليه في فريق البحث والاعداد وما يكون متوقع ان في اي تكريم ينتظره. وصول الضيف هي بداية الأكشن مثل ما نقول. هاي اللحظة شنو لازم أدخل بكل هدوء وما أثير أي انتباه. سريع 1 2 3 ضبط الشوت واطلع بكل هدوء، اختفي عن المكان، خلي يعيش الجو طبيعي. And it's the only room and time that you cannot make any mistake. أول ما ينفتح للضيف اللي هو الحاجز ولا الباب ولا أي شيء وشوف الجماهير، فهاي تكون أحسن لقطة لأن أنا من هنا أستلم اللي هو تصويري. أنا دائما أكون أنا أول شخص يشوفني أو أول كاميرتي هي مجابلته، فأشوف رياكشن، أشوف نظرة ردة فعله. هني أنا يعني صدق هاي اللحظة ننتظرها يعني إحنا في التصوير. شهري يشوف البرنامج انه مدته 10 دقائق، لكن هو ما يدري انه يعني البرنامج تصويره ممكن اكثر من 3 ساعات. فاحنا شلون نسوي 3 ساعات نخليها في 10 دقائق؟ لما كنت اشتغل على الديزاينات حق الكولز اللي هي العبارات اللي كانت تطلع حق الابطال، كنا محدودين ب يعني عباره قصيره، كلمه او كلمتين. فشنو الشيء لما بتشوفه بيلمسها فعلا، بيحس انه مثلا انصفه او فعلا هاي الكلمه تعبر عني. البوليفارد كان يوم فيه هواء وكنا لازم نستخدم البالونات، كنا لازم نستخدم تقريبا اكثر من 160 شخص ندربهم في نفس الوقت. عامل الهواء وايد اثر علينا، كسر اعلام. لكن حلو التحدي. انتبه، الصورة بالجهة الثانية مو بهذه الجهة. ايوه تمام. لا انا حركت قليل. لا حياتي، انا انت الاكبر. هلا حياتي والله. طيب تمام زين. الضيفه غيرت مكانها، فريق الاعداد حياك. وقلت بس هي بيقعد بيجي بس انا نازل. ما عندك مشكله، اطلع كذا. ما عندك حاجه، ما عندك مشكله. سمعنا عشرات القصص وأجرينا مئات المقابلات وقضينا عشرات الساعات بالتنقل بين أكثر من 10 مدن لنسمع القصة بتفاصيلها ونرويها لكم بأفضل صورة ونعطي أبطالنا المكانة اللي يستحقونها.
الكفو يطيب فاله في وطن ربى عياله عالمروة والأصالة اجتمع في العسر واللي يا سعودي احتضنتي كل هالعالم وزنتي يا وطن الكل انتي من سكن فرضك يزين هامة طوق الهمتنا للمعالي وصلتنا مثلها مو غريبة وحنا هالها عزوة للناس كلها قلب واحد ما هو اثنين الكفو كفو بطلعة كفو وقفته من دون ربعة كفو الليالي السود شمعة معدنا في الشدة هيبين نقدر نساهم